فهد من السعودية يقول: كافر صنع معروفا كيف أكافئه؟ هل يعني الشيخ مثلا بالدعاء يجوز أن يدعو له مثلا بصلاح الذرية، بالرزق، إلى آخره؟ ما في مانع أن يدعو له بما فيه خير الدنيا، نعم، ولو دعا له بشيء مما يتعلق بخير الآخرة فهو لا بد أن يأتي بمقدمة، مثلا قال الله يدخلك الجنة، نعم، مثلا، أو جزاك الله الجنة، فهو لن يدخل الجنة إلا إذا أسلم، فهذا يتضمن الدعاء له بأسباب دخول الجنة. نعم، أحسن عليكم.